ما تقابل أنا اللي ما أشوفه ولا أنت ما تشوف؟ ما جاي دعم خلق الله؟ أنا اللي دعم خلق الله؟ ما قوتي دعم الناس؟ سير الوالد سير سير يا عمي سير الوالد ولا دعم خلق الله ما لك قوتي تقتلوا الناس تقتلوا تقط الناس تقتلوا الناس ما تشوفوا دارسين مستشفياتنا من العالم بسكم حسد بسكم حسد خلوا الناس في حالها مو قلت هذا ما حسد يا مالان ما حسد هذه حقيقة الواحد ما يقدر يقول الحقيقة كل منك كل منك كل من أنا هتشوفي في المكتب أنا جالس المهم هتخليهم يطلعوا عمو تخليهم يطلعوا خليهم يطلعوا خليهم يطلعوا يلا خلي بعد ضارب ولا أقول لك أنت سير من هنا ولا سير من هنا فهمت يلا قدامك قدامي يلا قدامي يا أخوي يا سليم مطرح علي شنقي سالم إني أساعده في القهوة ومنها أساعده في القهوة ومنها أتعرف على الناس اللي يجوا القهوة أنت مالك يا سالم يا أخوي جالس تقاحدني اسمع يا سليم أصل الشاي من الهند فهمت؟ وأنا متأكد من كلامي أنت مالك يا تتقلقم وتهربل مو تقول خبرني أقول زين يوم جيت يا أم الحسن والدلال يا مكسرة الاتحاد مو؟ يا سلام خذ 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 عمي عمي خذ لا تنسى عمي تعال شوي شوي يعني بعدني صغير؟ صغير وبس طب وشوفنا ما يعرف حين أصغر قولي هلا بوز عليك قولي قولي على حقيقتي قولي لها ايه انا بعد صغير انا ما حبوتي حبوتي كان ما تعرف ان انت شباب غلطانه حاجه ما غلطانه ما عندنا نظر كانت تصير على سوالف شايب خلف ورباعته عقب سوالفهم كثيره اقول لك انا باكر صار صلاله يا الله يا يوسف ما ليش علي اهون عليك كذا بتسوي ما تهون ما تهون يا شايب خلفنا عمنا ما تهون